بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هذا القلب من برا، اول شيء نبدا بالتشيمبرز او الغرف حقت القلب. عندنا هذا الرايت اتريوم، مو زي ما درسنا يكون فوق، لا يكون ماي على الرايت بوردر. هذا الرايت اتريوم، الرايت اتريوم اللي جنبه اللي هو الرايت فنتريكل، تمام؟ يكون بينهم اللي هو الرايت اتريو فنتريكولر جروف، بيكون فيها الرايت كورونري ارتري اللي طالع من هنا يمر كذا بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. بعدين عندنا عندنا هنا اللي هو الليفت فنتريكل، بين الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل عندنا الانتيريور انتر فنتريكولر جروف، يمر فيه هذا الارتري. صوره هذا الارتري اللي هنا، ما ادري اذا باين ولا لا، هذا الارتري هو اللي هو الانتيريور انتر فنتريكولر ارتري، لانه يمر في الانتيريور انتر فنتريكولر سلكس او جروف. طيب عندنا الليفت اتريوم بيكون هنا على ورا، على ورا ما بيكون باين من هنا، تمام؟ عشان كذا يقول لك انه الرايت اتريوم يكون انتيريور للليفت اتريوم كذا انتيريور، والرايت فنتريكل يكون انتيريور للليفت فنتريكل قدام. ايوه العكس، تمام؟ مو العكس، قدام بعض. طيب عندنا كمان من برا، عندنا هذا البلمونري ترانك اللي هنا، طالع من الرايت فنتريكل رايحه لللنج تو لنجز. وعندنا هذا الاورتا اللي هنا من الليفت، ايوه اللي تكون سميكه طالعه من الليفت فنتريكل تروح كذا تروح على الجسم. عندنا الاسندنج اورتا اللي طالع على فوق، والاورتيك ارش اللي لاف كذا والديسندنج. طيب بالنسبه لي اللي هو الفنتريكل، الرايت فنتريكل، نفتح الفنتريكل من داخل نشوف عندنا انه الجزء اللي هذا اللي هنا الترابيكولي كارني، هي الوول والسبونج، هي الوول بتخليه خشب، وهي اللي تعطيه سبونج لايك ابييرنس. عندنا هنا البابيلري ماسل، عندنا هذه السبتل بابيلري ماسل، عندنا هذا الانتيرو بابيلري ماسل، البوستيرور ما هي باينه. اهم شيء هنا نعرف كمان نشوف اللي هي الكندي الكرديات الدونيه اللي هي الاربط اللي تربط بين البابيلري ماسل والكاسب حقه التراي كاسبت فالف. وفي زيها كمان في الليفت فنتريكل عشان تربط اللي هو بالباي كاسبت فالف. شو زراعه في تركيا بالنسبه للسيرفيس، هذا الديافراماتيك سيرفيس، عرفت ليش هذا الديافراماتيك سيرفيس؟ هذا الديافرام قاعد، هذا الديافرام رايت وليفت، هذا الديافراماتيك سيرفيس يتكون من الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. عندنا هذا اللي هو السيرنوكوست سيرفيس اللي برا، رايت وليفت ورايت اتريوم، يتكون من الرايت اتريوم والرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. عندنا البيز يتكون غالبا من الليفت اتريوم. نجي هنا دخلنا يدنا هنا، تمام؟ نشوف اللي هو ترانسفيرس ساينس، اورتا انتيرير انفيرير، حلو انتيرير سبين. لما ادخل يدي كذا بيكون قدام، بيكون هنا قدامي اللي هو البلمونري ترانك والاورتا، ويدي باصبع من هنا طلع كذا بيكون قدام السبير فينا كذا. عندنا اخر معلومه اللي هي الاوبليك ساينس، يكون هنا تحت. لما ادخل يدي من تحت يكون قدام يدي الليفت ايتري، هو اليو شيب، الجيب زي اليو شيب.